شتي في مصر كامبين او حمله مهمه جدا عاملاها وزاره السياحه، وقلت لحضراتكم هنعرف ايه الاسعار وهنعرف يعني ازاي نخلي الناس تبدا كده تتحرك وفي امان، اهم حاجه علشان يبقى كله مطابق للمواصفات والاجراءات الصحيه، لانه في النهايه يعني محاوله لانه حضراتكم تشتوا وتغيروا جو وفي نفس الوقت يبقى في الحفاظ التام والكامل عليكم. لكن كمان احنا أمام خبر أنه أشهر مدوني العالم في ضيافة المناطق الأثرية. خليني أرحب بالمهندس أحمد يوسف، رئيس التنفيذ للهيئة المصرية لعمل تنشيط السياحة. مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا 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 بحضرتك باشمهندس أحمد، أهلا بيك فندم. المدونين بقوا وسيلة دلوقتي للترويج سريعة، وحضرتك قول لي صح ولا غلط، أنا بتكلم سريعة وفي نفس الوقت انتشار بالعرض، يعني على مستوى مش مثلا بنستهدف دولة معينة، لا مدون يعني عنده ناس من تقريبا العالم كله. الفكرة جت من المنطق ده. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين مرة تانية. زي ما احنا عارفين على وجه العموم طبعا السوشيال ميديا هي لغة العصر الحديثة، وللعالم كله بيستقي منها المعلومات سواء كانت إخبارية أو فيما يخص يعني السياحة والسفر وخلافه. نعم. وإحنا بنتكلم بلغة العصر، وطبعا موضوع المدونين ليه تأثير ممتاز جدا. الناس دي إحنا بندعوهم من دول مختلفة، سواء الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر أو الأسواق اللي إحنا بنستهدف نشر السياحة أو تطوير الأسواق السياحية فيها. نعم. طبعا يعني لو احنا دعينا حد من احدى الدول ده مش معناه ان احنا بنستهدف هذه الدولة بس، زي ما حضرتك قلت بالضبط بيبقى عنده مئات الالاف من المتابعين من الدول المختلفة، واحنا قبل ما بنشتغل مع حد طبعا بنبقى محددين المستهدفات بتاعتنا، الاماكن اللي هيزورها، الرسائل الاعلامية، الاماكن اللي هيزورها عشان ما يتكررش نفس الزيارة لنفس المكان واحد. طبعا. نعم. وبنبقى عارفين كمان المتابعين بتوعه من اي دول، ونقدر نستهدفهم حتى بالجندر بتاعهم، ميل وفي ميل وقد ايه حتى الايج براكت بتاعتهم، فالموضوع بيبقى محدد جدا، والمستهدفات بتاعتنا بنقدر نوصل لها عن طريق هؤلاء البلوجرز. نعم. ودي طبعا الحاجه الحقيقه مش اول مره نعملها، احنا كنا يعني عندنا برامج طموحه جدا شغالين فيها بقالنا فتره طويله كهيئه تنشيط سياحه، توقفت شويه بسبب موضوع الكورونا، لكن الحمد لله احنا بدانا مره اخرى بدايه من هذا الشهر في اطلاق مثل هذه البرامج الناجحه. طيب استاذ احمد، مينا مسعود، انا قلت للسادة المشاهدين انه على حسابه على انستغرام عنده 2,300,000 شخص، صح كده؟ تمام يا فندم. نعم. فيديو يعني انا هنبقى نزيع لحضراتكم الفيديو تاني وتسمعوا الصوت، لكن ده مهم ان انتوا تشوفوه. المدونين اللي جم من اوكرانيا على صفحاتهم قد ايه من الناس؟ احنا بنتكلم كل واحد فيهم على الاقل من 500,000 ده المينيمم بتاع كل واحد فيهم من القادمين من هذه الدول. نعم. احنا ما بنجيبش المدونين برضو اللي هم يعني اعداد اقل من رقم معين، عشان بس نبقى متاكدين ان احنا بنحقق اعلى عائد على الاستثمار. نعم. ده بس اللي بيبقى شغلكم، هو عنده قد ايه؟ اي تفاصيل تانية بقى بتبقى مش مشكلة. لا طبعا، هي مش بس عدد المتابعين، احنا علشان نقدر نقيس الافكت بتاعه او التأثير بتاعه بطريقة جيدة لازم نبقى شايفين معدلات التفاعل على الصفحة بتاعته ماشية ازاي. المسألة مش عدد، ما ممكن يبقى احد عنده مئات الالاف فعلا، لكن اللي هو بيتفاعل عنده تفاعل 20 ولا 30، فدي حاجة لا يعني في يعني اولا مؤشرات كتيرة جدا للاختيار. أيوة. الزملاء عندنا اللي هم مسؤولين عن السوشيال ميديا زائد الشركات اللي احنا بنتعاقد معاها بيبقى لها سي وتقديرات معينه في الناس اللي احنا بنتعاقد معاهم عشان نبقى متاكدين بتحقيق اعلى عائد على الاستثمار. عدد المتابعين ده فاكتور او يعني عامل من العوامل، لكن مش كل العوامل. طيب اللي حصل قبل كده
حسيتوا انه عمل رد فعل سياحي كفكره؟ طبعا احنا يعني بعد ما المدونين بينشروا الصور او الفيديوز او الستوريز بتاعتهم على المواقع بتاعتهم، وطبعا احنا بنختار طبعا من منصات مختلفه، مش عايز اقول اسامي المنصات، بس احنا بنختار منصات متنوعه علشان حتى في دول فيها منصات ظاهره عن منصات اخرى، واحنا بنحط دوت في الاعتبار بتاعنا كمان. وبنراقب بعد ما المدون بيزور المكان بتاعنا نشوف التفاعل بتاع الناس بتاعه كان عامل ازاي. هل الناس بتسال على حاجه معينه؟ التعليقات كانت ايجابيه او سلبيه؟ نقدر نرد عليها ازاي؟ نقدر نبني على هذا الموضوع ازاي؟ وطبعا بنبقى طالبين من هؤلاء المدونين هم يعملوا منشن او يعني ذكر للصفحات بتاعتنا علشان برضو نقدر نستقطب عدد من المتابعين ليهم على صفحاتنا، بحيث برضو يبقى في مجالات اوسع ان هو يتعرف على المقاصد والمنتجات السياحيه المصريه. يعني اقصد جابوا نتائج بعد متابعه حضراتكم ده؟ طبعا يا فندم حصل نتائج. طبعا هذه حاجه يعني قولا واحدا وبكل وضوح، ايوه، ونتائج ممتازه وهايله، وعشان كده احنا مستمرين في هذه البرامج. وبالمناسبه احنا ما بنشتغلش فيها لوحدنا، دايما بنشتغل في هذا الاطار مع القطاع الخاص من فنادق وشركات طيران مختلفه، والجميع متحمسين ومتفقين على ان هذه اداه ترويجيه ممتازه وهي لغه مينا مسعود. اخترتوا المكان انه يكون الاهرامات وابو الهول. الاهرامات اهم ايقونه سياحيه عالميه، مفيش اي حد ينفع يجي مصر من غير ما يجي الاهرامات وابو الهول طبعا. لا اصل حضرتك بتقول لي كل مدون بنشوف هو الاماكن السياحيه طبقا لاهتمامات الناس على صفحته ايه، لكن معنى كده معنى كلام حضرتك انه اي حد بيجي لازم يبقى فيه الهرم ولازم يبقى فيه ابو الهول بجانب حاجات تانية. بجانب حاجات تانية طبعا يا فندم. في عندنا مشكلة في عندنا مشكلة في سماع التليفون. الو اي فندم اتفضل. لا مش سامع حضرتك يا باشمهندس، مش سامع حضرتك. انا الو 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 لا المشكلة عند حضرتك مش عندي. عموما بشكرك باشمهندس احمد يوسف، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. نشوف المدون ونسمعه كده مع حضرتك.